ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء لأنه وقت غفلة، وقت غفلة يغفل الناس فيه. ومثل هذا ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. النووي رحمه الله تعالى بوب على هذا، قال: باب فضل العبادة في الهرج. وذكر فيه رحمة الله تعالى عليه أن الهرج هو الفتن واختلاط الأمور بين الناس، وإنما فضلت العبادة في الهرج لأن الناس ينشغلون فيها في الهرج، ولا يتصدى للعبادة في أوقات الغفلة إلا أفراد، إلا أفراد قلائل من الناس. الناس يخوضون، قيل وقال وفلان فعل وفلان ما فعل، ها وفلان قد يعني أقبل على عبادة مولاه جل وعلا، لذلك صار هذا الوقت وقت غفلة لا للإنسان فيه من الأجر ما ليس في غيره. قال صلى الله عليه وسلم: كهجرة إليّ.